طلاب الصف الاول الثانوي انتجريتد ساينس، معاكم مستر ممدوح. احنا ابتدينا في حل الاسبوع الثاني اللي هو الاداء المنزلي من الوزاره. النهارده ان شاء الله هنحل الجزء الثاني من الاسبوع الثاني، لان الاسبوع الثاني كان فيه درس اللي هو الدينستي، والجزء الثاني كان فيه درس الاكسجين والكربون دايوكسيد جاز. احنا خلصنا لغايه الدينستي، لغايه سؤال 29. النهارده ان شاء الله هنكمل سؤال 30، كان بيتكلم على الاكسجين والكربون دايوكسيد جاز الدرس ده، وكان بيكلمنا على المصادر بتاعتهم. طبعا هم المصادر بتاعتهم هم الاثنين الاتموسفير، في مصادر تانية بس ده المين سورس يعني. وزيادة الاكسجين بيعمل ايه، نقص الكربون دايوكسيد او زيادة الكربون دايوكسيد بيعمل ايه، كل ده اخدناه في الدرس بتاع الاكسجين والكربون دايوكسيد اللي هو الدرس الثالث. هنا أول سؤال: the main source of both oxygen and carbon dioxide gas dissolved in water. المصدر الأساسي يا جماعة هو الأتموسفير. أنت مثلا عندك الـ respiration ده مصدر للكربون دايوكسيد، الـ photosynthesis ده مصدر للأكسجين، ولكن الـ main source، هو بيتكلم هنا عن الـ main source، يبقى الأتموسفير. طيب the concentration of oxygen in the atmosphere is not than the concentration of carbon dioxide gas in it. عارفين ان الاكسجين نسبته 21% والكربون دايوكسيد 0.03%، يبقى اذا الاكسجين اكتر بكتير من الكربون دايوكسيد. اكتر منه بقد ايه؟ اكتر منه ب 500 مره، اكتر منه ب 500 مره، حوالي يعني 500 مره، يبقى about 500 times more. solubility of oxygen gas in water، هي ذوبانية الأكسجين أقل من ذوبانية الكربون دايوكسيد جاز. الأكسجين slightly soluble in water، إنما الكربون دايوكسيد جاز easily dissolve in water. يبقى إذا ذوبانية الأكسجين هي أقل من ذوبانية الكربون دايوكسيد. بكم مرة بقى؟ بخمسين مرة، يبقى about 50 times less. الشكل ده طبعا خدناه في كتاب المدرسة، بيقول لي from the opposite figure when increase in the temperature ذوبانية الأكسجين والكربون دايوكسيد هتقل، يبقى decrease decrease، يبقى الاختيار بتاعنا هيكون C، كل ما هنزود درجة الحرارة كل ما ذوبانية الأكسجين والكربون دايوكسيد جاز تقل. سؤال 34 during the hydrolysis. hydrolysis ده الدرس الأول، إيه اللي جابك هنا؟ أنت جاي تعمل إيه هنا يا عم الحاج؟ السؤال ده من الدرس الأولاني خالص. during the hydrolysis of water on adding it ammonium chloride the salt solution will be، طبعًا الأمونيوم كلورايد مع المية يديك acidic solution، وده نتيجة زيادة الـ H positive ونقص الـ OH negative، يبقى هو هيديك acidic due to decrease الـ OH negative. when the percentage of carbon dioxide gas increase in water ال pH value هيحصل لها ايه؟ طبعا لما نسبة الكربون دايوكسيد جاز تزيد في المية ال pH بتاعتها، بص كربون دايوكسيد جاز زاد فيديك كربونيك اسيد، يعني ال H positive تزيد وال pH يقل. هنا بيسألنا على قيمة ال pH، يبقى ال pH decrease يقل. increasing the percentage of carbon dioxide gas in water works to convert calcium carbonate insoluble in water to calcium bicarbonate soluble in water. طبعا دي الاختيار بتاعنا الصح. في عملية اسمها calcification اللي هي الاورجانيزمز اللي بتقدر ان هي تعمل الشيلد بتاعتهم او السكيلتون بتاعتهم زي الملوكس وزي المصل، بتعملها عن طريق مادة اسمها calcium carbonate، ودي مادة ما بتدوبش في المية. ولكن بزيادة الكربون دايوكسيد جاز أصبح الكربون دايوكسيد جاز يزيد، فيقدر إن هو يعمل رياكشن مع الكالسيوم كربونيت، فبيعمل لي مادة كده اسمها كالسيوم بيكربونيت. هو بيحول الكالسيوم كربونيت لكالسيوم بيكربونيت. كالسيوم بيكربونيت بتدوب في المية، وبالتالي الكائنات اللي أنا قلت عليها دي مش هتقدر تعمل الشيلد بتاعتهم أو السكيلتون بتاعتهم، ده بزيادة الكربون دايوكسيد جاز. يبقى بتحويل الكالسيوم كربونات ان سولوبل اللي ما بيضربش في الميه لكالسيوم بيكربونات سولوبل ان ووتر. 37 increasing the percentage of carbon dioxide gas in water leads to
هنزود الكربون دايوكسيد جاز يبقى المفروض يقلل البي اتش، يبقى المفروض ديكريز البي اتش اوف ذا ووتر مش انكريز. يبقى الاختيار بتاع ايه ده غلط. انهانس ريسبيريشن فور مارين اورجانيزمز، هيحسن؟ لا طبعا، لان هو زياده الكربون دايوكسيد فيقلل الاكسجين وبالتالي التنفس هيكون صعب. Reduce the process of photosynthesis، المفروض increase the process of photosynthesis، لان زياده الكربون دايوكسيد جاز دي حاجه كويسه بالنسبه للبلانت ان هم يقدروا ان هم يحصلوا على الكربون دايوكسيد جاز ويعملوا الاكل بتاعهم. Improve metabolism، طبعا improve metabolism طبعا لا، لان هو مش بيحسن الميتابوليزم، مفيش ولا واحده فيهم صح. احنا ممكن نشيل كلمه increase the pH ونكتبها decrease، يبقى هنا decrease the pH value. وممكن يكون قصده في السؤال ده ان هو بيقلل الفوتوسينس بروسيس، ان الكربون دايوكسيد يتحول لكربونيك اسيد فتقل نسبه الكربون دايوكسيد جاز، ممكن. بس مش واضح السؤال، احنا عايزين اجابه واضحه، المفروض ان هي تكون للطالب اجابه واضحه يعني. decrease the pH of the water، مش عايز دكتور يا عم الحاج اللي يحل على الاسئله، ده الطالب بيقول سلام يرحمه. what happened to the pH when value when، ماشي. زيادة الأكسجين أو نقص الأكسجين لا يؤثر على البي اتش في حاجة، يبقى إذن زيادة الأكسجين أو نقصه لا يؤثر على البي اتش في حاجة. زيادة الأكسجين أو نقصه لا يؤثر، يبقى إذن اختيار واحدة من الاتنين دول، يا إيه يا بي. هنا decreasing الـ O2 لا يؤثر، يبقى برضك A و B معانا، ولكن زيادة الكربون دايوكسيد جاز أو نقصه يؤثر. لو زودنا الكربون دايوكسيد جاز، الكربون دايوكسيد جاز لما بيزيد هيقلل من قيمه البي اتش، ولما الكربون دايوكسيد جاز يقل يزود لك من قيمه البي اتش. يبقى هنا الاختيار بتاعنا هيكون ايه؟ زياده الكربون دايوكسيد يقلل البي اتش، يبقى الاختيار بتاعنا هيكون بي. which of the following causes decalcification، calcification زي ما اتكلمنا عليه هو تحويل، decalcification المقصود بيها هو تحويل الكالسيوم كربونيت، المادة اللي هي بتكون insoluble in water لمادة بنقول عليها كالسيوم بيكربونيت soluble in water، يبقى دي بزيادة الكربون دايوكسيد جاز، increased carbon dioxide gas. which of the following choice affect the shown food chain، اللي بيأثر على الفود تشين هو decreased الكربون دايوكسيد جاز. ليه؟ هنقلل الكربون دايوكسيد جاز يأثر على الفوتوسينسس بروسيس للبروديوسر، وما دام البروديوسر تتأثر تأثر لي على الفود تشين كلها. which of the following affects the ability of the shown marine creature to form their shells، طبعا اللي بيأثر عليهم هو زيادة الكربون دايوكسيد جاز، يبقى increase carbon dioxide gas. when studying an aquatic environment an increase in swimming hunting and reproducing activity was observed، ده فرح، ده فرح بالنسبة للكائنات البحرية. which of the following factor could be causes of this، طبعا الفرح ده بيحصل امتى؟ لما بنزود الاكسجين جاز، يبقى increased oxygen. when water from melting ice، دي بقى الاسئله المقاليه، السؤال ده من الدرس الثاني بتاع الدينستي. لما الووتر from melting ice flows into the ocean the river water floats on the surface and doesn't sink، what is the reason؟ طبعا احنا عارفين ان الفريش ووتر اللي هي جايه من الريفر بتكون الدينستي بتاعتها less than density of salt water اللي جايه من الاوشن، يبقى اذا due to the density of fresh water less than density of cold water so fresh water float. an increase in carbon dioxide gas decrease the pH value، تمام. while decrease it increase the pH value، تمام. both negative effect marine organism explain، هنا هو بيقول زيادته بيأثر على البي اتش ازاي؟ ان هو بيقلل البي اتش، والبي اتش لما بيقل بيأثر على كائنات بحرية، والبي اتش برضك لما بيزيد بيأثر على كائنات بحرية. هنا بقى نرجع للدرس بتاعنا، هنا يا جماعة
تقليل decreasing carbon dioxide gas. Low concentration of carbon dioxide gas may lead to increase in the pH. تمام. لما ال pH يزيد ده بيأثر على sensitive species that adapt to a certain pH range. احنا قلنا ان في كائنات حية حساسة لل pH. فزيادة ال pH يأثر عليها. طيب بالنسبة لي زيادة زيادة الكربون دايكسايد يأثر على البي اتش في ايه؟ اهي يا جماعة يأثر على البي اتش في ايه؟ تمام. زيادة الكربون دايكسايد هيكون لك كربونيك اسيد فهيقلل البي اتش فاليو. ده هيعمل لي ايه؟ هيأثر على الاكواتيك سبيشيز وخصوصا في المراحل الاولية من حياتهم sensitive life stages of egg and larva. دي كده الاجابة اللي هو عايزها. هنا بيقول لي does calcification result from an increase in carbon dioxide gas in water or from decrease. لا هو لو زاد الكربون دايكسيد ما عمليش calcification, يعمل عكسها, بيعمل حاجة اسمها declassification. فالcalcification بيحصل نتيجة نقص الكربون دايكسيد gas, وبالتالي الكالسيوم كربونات اللي هي المادة insoluble in water هتتكون لان مفيش كربون دايكسيد gas زيادة, وبالتالي الكالسيوم كربونات مش هيتفاعل معها. يبقى ده نتيجة ايه؟ decrease in carbon dioxide gas as a calcium carbonate formed, ودي بتكون insoluble in water. طيب كده احنا خلصنا الاسئلة اللي هي جاية من موقع وزارة التربية والتعليم. ان شاء الله باذن الله هنحل اسئلة الاسبوع الثالث, والاسبوع الثالث ده بيكون عبارة عن ثلاث دروس. الدرس الاولاني كان بيتكلم على الادابتيشن, والدرس الثاني كان بيتكلم على الهيت والتمبريتشر, والدرس التالي كان بيتكلم على سولار راديشن. ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. كان معكم مستر ممدوح.